العالم أبو الريحان البيروني، الجزء الأول. إنه يوم الجمعة الثاني من شهر ذي الحجة لعام 362 للهجرة، في ضاحية قريبة من خوارزم، ولد طفل سيوصف بعد ذلك بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية. محمد، لطالما انتظرت أن أرزق بولد لأسميه محمدا كما كان والده يتمنى. مبارك يا أم محمد، سيكون ابنك عونا لك عندما يكبر ويساعدك في عملك. لا. ها؟ لا؟ ماذا تعنين بلا؟ ألا تقدرين قيمة المكان الذي نعيش بجواره؟ أتعنين خوارزم؟ نعم، بل أقدر قيمتها تماما. إنها مركز تجاري ضخم، وعندما يكبر محمد بإذن الله ستتمكنين من الاعتماد عليه، وسيسعدك أن يكون تاجرا ناجحا. ما زلت لا تفهمين ما أفكر فيه. ها؟ خوارزم ليست مركزا تجاريا فحسب، بل هي مدينة العلم والعلماء، وأريد لمحمد أن ينشأ في رحاب العلم. فهمت، تريدين لابنك إذن أن يكون طالب علم. ليس طالب علم فحسب، بل معلما وعالما ذا شأن كبير بإذن الله. إذ لم تكن أحوال أسرة محمد جيدة، وكان لابد لأمه من أن تعمل لتحصل على قوت يومها، ولم يمانع محمد في مساعدة والدته أبدا. ماذا بك يا أمي؟ تعبت، لقد جمعنا الكثير من الحطب اليوم، فلنسترح هنا قليلا يا محمد. سامحني يا ولدي، لم أكن أبدا أرغب في أن تعمل معي في جمع الحطب، كانت أحلامي لك أكبر من ذلك. محمد، محمد، أين أنت يا محمد؟ أنا هنا يا أمي. ماذا تفعل عندك؟ لفت انتباهي شكل أوراق هذه النبتة، لم أرها من قبل. كم أنت دقيق الملاحظة. معك حق، فنحن لم نجمع الحطب من هذا المكان قبل ذلك، وسنجد هنا نباتات مختلفة. ولكن هل يعني هذا أنك تعرف كل أشكال أوراق النباتات التي نمر عليها؟ بالطبع، وأجمع الكثير منها لأجففه وأحتفظ به. أنا أيضا أحب النباتات، خاصة الريحان. أتعرف؟ سألقبك بأبي الريحان. لقب جميل يا أمي. نعم، ورائحته جميلة، وهو نبات مفيد مثلك تماما يا ولدي، وإن كنت أريد أن تكون فائدتك أكبر. هل قصرت معك يا أمي؟ على العكس، ولكنني أرى في تصرفاتك ما يدل على أنك تمتلك ما يؤهلك لتصبح عالما كما تمنيت لك، وتفيد العالم كله. وقلبي يحدثني أن هذا سيحدث يا محمد، يا أبا الريحان. رغم انشغال أبي الريحان بمساعدة والدته، إلا أن حبه للعلم دفعه للاستزادة منه، وكان في وقت فراغه يحضر حلقات العلم، فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث النبوي الشريف. ما شاء الله، أنت نابه جدا يا محمد. أشكرك على هذه الشهادة يا معلمي. شهادة حق تستحقها، أتممت حفظ القرآن الكريم وتدرس الفقه والحديث النبوي الشريف في وقت واحد، وتبدي تقدما ملحوظا فيهما. ولن يهدأ لي بال حتى أتمهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأم تلميذنا النابغ. شكرا لك أيها الشيخ. عفوا، هل تسمح لي باصطحاب محمد معي إلى المنزل؟ بالطبع، لقد أنهينا درس اليوم على أي حال. قل لي أيها المعلم، هل ترى في محمد نبوغا فعلا؟ بإذن الله أتوقع له مستقبلا باهرا، وأنه سيصبح من الأئمة الكبار. ماذا بك يا أم محمد؟ هناك أمر يشغلني أيها المعلم، ولا أدري أنا مخطئة فيه أم على صواب. خيرا يا سيدتي، أي أمر؟ أشعر أن محمدا يميل إلى نوع آخر من العلوم. أي نوع؟ إنه يحب النباتات ويسألني كثيرا عن المواد المستخرجة منها، وبالطبع أجيبه في حدود ما أعرف. أخشى أن يصرفه حبه لهذا النوع من العلوم عما تدرسه أنت له من علم نافع. ومن قال إن ما يهتم به محمد من علوم ليس نافعا؟ اشرح لي يا سيدي. كما فهمت منك فمحمد يهتم بالعلوم الطبيعية. نعم. حسنا، هذه العلوم فيها فائدة كبيرة للناس، فمن النباتات مثلا يصنعون الأدوية. تلك الأدوية التي تساعد بعد إذن الله في رفع المعاناة عن المرضى، أليس كذلك؟ أصبت. كل علم ينفع الناس هو علم نافع يا سيدتي، وابنك ذكي جدا وسينبغ في أي مجال يهتم به، وإن كنت أظن أنه سينبغ في عدة مجالات. طمأنتني أيها المعلم، شكرا لك. بل الشكر لك يا سيدتي لاهتمامك بابنك، وستفرحين قريبا بما سيصل إليه، ولكن استمري في تشجيعه. سيحدث بالطبع، سيحدث. هل اشتكى لك معلمي مني يا أمي؟ لا، لماذا تقول ذلك؟ لأنني رأيت وجهك يحمل أمارات الحزن وأنت تكلمينه. اطمئن، إنه يحبك جدا، بل لقد أوصاني أن أسمح لك بدراسة المزيد من فروع العلم. حقا؟ بالتأكيد، وستتفرغ لذلك. ولكن ماذا عن جمع الحطب؟ من سيساعدك فيه؟ لقد ادخرت خلال الفترة الماضية بعض المال الذي يكفينا لبعض الوقت، وأعتقد أنك يجب أن تتفرغ لطلب العلم يا أبا الريحان. بل أقسم وقتي بين الأمرين. هذا تاجر غريب، لا أحد يفهم منه شيئا. هذا يومه الأول في السوق، ويبدو أنه لن يستمر طويلا. إنه ذلك التاجر الهندي، يبيع القماش ومعه أنواع فاخرة، ولكن لا أحد يفهم ما يقول. ولسوء حظه لا يوجد أحد من التجار الهنود هنا اليوم، ولن يبيع شيئا. لابد أن نساعده إذن. نمستي أب غس وقته ها؟ أب هارات سيلي هي؟ نهي، لكن هبا هندي بولتي هي. تودا، إنه فتى مبهر، انظر انظر كيف يتحدث مع التاجر. اسأله عن أسعار الأقمشة وأنواعها إذن. خلط أبو الريحان التجار الهنود واليونانيين وغيرهم، فتعرف على طباعهم وتعلم لغتهم. إنه يوناني. بوشينادا تليا دينارا. وكان أبو الريحان يعرف أن علمه يجب أن يكون في خدمة الناس، ومع تحصيله للعلم ونبوغه فيه استمر أبو الريحان في مساعدة والدته في جمع الحطب، حيث كان يجد وسط الطبيعة سعادة وعالما واسعا من المعارف المتجددة.
وهناك كان على موعد مع لقاء سيغير حياته للأبد. انتبه يا بني. ما الأمر يا سيدي؟ هذا نبات خطر مليء بالسموم. أعرف يا سيدي. تعرف؟ وكيف تعرف؟ ألاحظ أن الحيوانات آكلة الأعشاب التي توجد هنا لا تقترب منه رغم وجوده بكثافة، وتأكل من نباتات أخرى حوله. ملاحظة ذكية. أتعرف اسمه إذن؟ للأسف لا. إنه الشوكران السام. قضمة واحدة لساق هذا النبات تسبب الموت سواء للإنسان أو للحيوان. من أين عرفت هذه المعلومات يا سيدي؟ أنا عالم نباتات يا بني. فعلا؟ ولكن ملامحك لا تدل على أنك من أهل خوارزم. هذا صحيح، أنا يوناني. أتعرف؟ يمكنني أن أتحدث معك باليونانية. عظيم عظيم، ولكنني أفضل التحدث بالعربية، فهي لغة العلم. هل يمكنك أن تساعدني يا سيدي؟ بما أنك عالم نباتات، أرجوك أن تخبرني بأسماء هذه النباتات وتركيبها وخصائصها. يبدو أنك مهتم بهذا العلم فعلا. نعم، ولم أجد من يساعدني فيه. يا لها من مصادفة غريبة، أنا أيضا أحتاج لمساعد لي. أرى في عينيك بريق ذكاء حاد أيها الصبي. هو كذلك بالفعل، وأنا فخورة أنه ابني. سأطلب منك إذن يا سيدتي أن يصبح ابنك تلميذا لي. بدأت رحلة أبي الريحان مع معلمه اليوناني ومع العلم، رحلة ستمتد بعد ذلك طويلاً.